إنسانة. ضل فضلي علي ربنا المعبود ضل عمشي علي. ويا إنسانة. دود المدى وسل إن شئت حكمة. طاعات سابقة سابقة لنتفاجأ بعدد قياسي خلال هذه الطاعة. هي المتميز. مبارك لي ينضم إلى قائمة المواهب الصغيرة. وللحلم بقية يا نسيم دائما للحلم بقية. تم اليوم اختتام طبعا الرابعة للتنشيط الإذاعي في الوسط الجامعي بمديرية الخدمات الجامعية لولاية خنشلة، حيث عرفت هذه المنافسة مشاركة قياسية من مختلف ولايات الوطن، أين كانت المنافسة منافسة شرسة بين معظم الطلبة والطالبات، أين كان الفوز للأجدر والاستحقاق للأفضل بجوائز قيمة، وكانت في جو أخوي وكانت في جو شفافية ومنافسة عالية.